ما حكم العمل في شركة تسجل أصواتنا فننطق بكلمات مفرقة يقول فننطق بكلمات مفرقة لترفع على شبكة الإنترنت، فنقول مثلا لاعب وكرة وقدم ومطعم وخمر ونحو ذلك. إيش؟ يقول ما حكم العمل في شركة تسجل أصواتنا فننطق كلمات مبعثرة؟ هي الملائكة تسجل أصواتكم، تسجل كلامكم، ما هو بالخوف من الشركة، الخوف من الملائكة الحفظة. لا تكلمون إلا بكلام طيب، كلام مباح. نعم.